تنضم إلينا الآن الخرطوم مراسلتنا رشا الرشيد. رشا أهلا بك معنا. بداية دعينا نتابع معك أي تطورات سياسية كانت هناك من جهة، ومن جهة أخرى المشهد كيف يبدو مع هذه الدعوات للخروج في تظاهرات؟ نعم داليا، في المشهد السياسي ما زالت المشاورات جارية لاختيار وزراء الحكومة الجديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وأيضا في إطار الإعداد في الفترة القادمة للوثيقة الدستورية المعدلة وتعديل عدد من البنود المجمدة والغير والفاعلة أيضا في الوثيقة الدستورية، وأيضا لتطوير الإعلان السياسي الإطاري الذي تم توقيعه في 21 من نوفمبر الماضي. هذا الميثاق السياسي الذي سيتم توقيعه في الفترة المقبلة قد يضع إطار لكثير من النقاط المعلقة، منها اختيار وزراء الحكومة الجديدة، وأيضا منها اختيار واكتمال هياكل الدولة العدلية من مجلس تشريعي وحكومة دستورية، وأيضا مفوضية الانتخابات وغيرها، واستعداد لبعد عام ونصف للانتخابات في السودان بعد الحكم الانتقالي. ميدانيا منذ شهر نوفمبر كانت الاستعدادات والتنسيقيات لجان المقاومة تدعو لخمسة أيام في شهر ديسمبر، تبدأ من اليوم السادس من ديسمبر والثالث عشر والتاسع عشر من ديسمبر وأيضا الخامسة والعشرين والثلاثين من ديسمبر، هي أيام لمواكب تدعو فيها للحكم المدني والديمقراطي في السودان، وترفع اللاءات الثلاثة، أي لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض مع المكون العسكري. اليوم تبدأ الفعاليات أو بداية المواكب في عند الثانية عشرة ظهرا أو الواحدة ظهرا فعليا في مناطق لا مركزية في الخرطوم والولايات المختلفة. هناك عدد خمسة من التجمعات التي ستكون ما بين الخرطوم والخرطوم بحري وأيضا أم درمان. منطقة جنوب الخرطوم لها تجمع في مكان معين، غرب الخرطوم أيضا ستجتمع في مكان معين، شرق الخرطوم ووسط الخرطوم أيضا يدعون إلى التوجه إلى القصر الرئاسي. أيضا منطقة أم درمان كلها ستتجه إلى منطقة بحري، وهي تقاطع المؤسسة وهو تقاطع كبير في بحري سيجمع كل المحتجين من منطقة بحري وأيضا أم درمان. هذه تجمعات لا مركزية أيضا جنوب الخرطوم يدعون إلى اعتصام اليوم الواحد ومنادى فيه إلى مدنية الدولة داليا. شكرا لك مراسلتنا رشا الرشيد، كانت معنا من الخرطوم.